الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت وزارة التخطيط في العراق أن هناك حاجة إلى نحو 4 ملايين وحدة سكنية لتجاوز أزمة السكن. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن العراق بحاجة إلى ما بين 3.5 مليون إلى 4 ملايين وحدة سكنية لسد العجز الحالي في الوحدات السكنية. وأشار الهنداوي إلى وجود أكثر من 522 ألف وحدة سكنية عشوائية موزعة على 4000 مجمع سكني عشوائي في المحافظات العراقية. عودت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية للارتفاع مرة أخرى لتسجل 215 مليون دولار أمريكي. وقال البنك المركزي إن ما زاد بيع وشراء الدولار الأمريكي شهد ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 14.36% لتصل إلى 215 مليون و131 ألفا و855 دولارا أمريكي، غطاها بسعر صرف بلاغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي التي بلغت المبيعات فيه 188 مليونا و499 ألفا و208 دولارات. وأشارت المصادر إلى أن 34 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج و19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة إلى مشاركة 28 شركة صرافة و265 شركة توسط. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض الصادرات العراقية النفطية لأمريكا بمعدل 8000 برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 42 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، منخفضا بمعدل 8000 برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 50 ألف برميل يوميا. وأشارت إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا، تليها المكسيك، ثم البرازيل، ثم السعودية. قال بنك جولدمان ساكس إن المستثمرين في السندات اللبنانية قد يفقدون 75% من قيمة استثماراتهم فيها إذا سوت الحكومة الجديدة خسائر النظام المالي، وبدأت في تنفيذ إصلاحات ذات مصداقية وفتحت الباب أمام الحصول على تمويل من الصندوق النقدي الدولي. وتقوم توقعات البنك لتسوية الديون على افتراضات من بينها تحسين قيمة العملة اللبنانية لتصل إلى 8000 ليرة مقابل الدولار في الأجل المتوسط من حوالي 14500 ليرة للدولار في السوق الموازية حاليا، بالإضافة إلى أسعار فائدة سلبية أو منخفضة على الدين العام ومعدلات معينة للنمو الاقتصادي وتعديل رصيد المالية العامة. توقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية لبلاده إلى 4.5 مليارات دولار حتى نهاية العام الجاري لأول مرة منذ عقدين. وقال تبون إن بلاده تمكنت من تصدير 300 مليار و100 مليون دولار من المنتجات غير النفطية، وسيصل حجم الصادرات في نهاية السنة الجارية إلى نحو 4 مليارات و500 مليون دولار، مشددا على ضرورة الانتقال من تصدير المادة الخام إلى تصدير المواد التحويلية. هذا وتمثل الصناعة النفطية في الجزائر أكثر من 95% من الصادرات الإجمالية للبلاد، بينما بقيت العائدات غير النفطية هامشية في السنوات الماضية ولم تتجاوز سنويا 2 ملياري دولار. ختام الموجز، إلى اللقاء.